ازيكم؟ واحد صاحبي مشوه من الشغل، اخطروه من 3 شهور ان هم مش هيجددوا له العقد بتاعه حسب القانون المصري. موقف صعب، ربنا يعافينا جميعا. بيحصل لكتير من الناس دلوقتي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مش في مصر بس ولكن على مستوى العالم. تخيل معايا كده، مديرك جايله التعليمات من فوق بيناديك ويقعد معاك ويقولك شكرا انت مش معانا السنة اللي جاية. في اللحظة دي تحديدا بيعدي شريط سريع قدامك وبتقعد تفكر انا هعمل ايه وهشتغل ايه، والعيال والمدارس والمصاريف والجامعات والجواز، هنصرف منين وهناكل منين، ولو انت عليك دين او اقساط هتدفعها ازاي. مديرك بيحاول يتكلم معاك ويخفف من عليك، ولكن انت بتبقى في دنيا تانية خالص مش سامع هو بيقول ايه، وبتقعد تفكر ان انت اشتغلت في الشركة دي سنين طويلة وخدمت سنين طويلة وعملت انجازات ومشاريع ودخلت للشركة فلوس، جايين يمشون انا بعد كل ده وسايبين اللي قاعد ما بيشتغلش؟ والله ده ظلم. لو فكرنا في الموضوع ده، يا ترى مين الغلطان، الشركة اللي مشت الموظف ولا الموظف نفسه؟ طبعا الموظف. ليه؟ اول حاجة لان هو كان فاكر ان هو قاعد في الشركة على طول، خالد مخلد فيها، وما عملش حساب ان هم هيمشوه في يوم من الايام، على الرغم من ان هو كان بيشوف زمايله بيمشوا واحد ورا التاني. تاني حاجة ان هو ادى الشركة اكبر من وقتها واكبر من حجمها، وكان بيقعد في الشغل كتير جدا، وكان متخيل ان الشركة هتقدر الكلام ده وهترد له الكلام ده. تالت حاجة ان هو ما عملش حساب اليوم ده وما استعدلوش كويس، وفضلت دوامة الشغل واخداه وما ارتقاش بمستواه الفكري والتعليمي والثقافي ونمى مهاراته والكلام ده كله. في ناس لما بتسيب الشركات بتلاقي شغل بسرعة، وفي ناس الشركات هي اللي بتجري وراها. ليه؟ لان هي عندها حاجات مش موجودة عند ناس كتير. ولكن على الاقل هو عنده 3 شهور يقدر يرتب اولوياته ويلم فكره ويشوف هيعمل ايه في حياته. نفس الموقف ده بأعراضه ونفس الغلطات بيتكرر، ولكن بدل ما نبقى واقفين قدام مديرنا بنبقى واقفين قدام ملك الموت. ملك الموت جايله تعليمات من فوق ان هو يقبض روحنا. نفس الشريط بيعدي من قدامنا، شريط حياتنا، بنقعد نفكر ذنوبنا معاصينا يمكن الطاعات، يا ترى هيحصل فينا ايه، يا ترى احنا داخلين على ايه. نفس الموقف، الناس اللي حوالينا تقعد تتكلم، اللي بيعيط واللي بيحاول يلقينا الشهادة واحنا في دنيا تانية خالص مش سامعين هما بيقولوا ايه. نفس الغلطة، فاكرين ان احنا قاعدين في الدنيا خالدين مخلدين على طول، على الرغم من ان احنا بنشوف الناس حوالينا بيموتوا واحد ورا التاني. نفس الغلطة، ادينا الدنيا اكبر من حجمها واكبر من وقتها ولعبنا كتير وتلهينا كتير. نفس الغلطة، ما استعدناش لليوم ده، ما كناش مستعدين له، ما ارتقيناش بمستوانا الاخلاقي والديني. الفرق الوحيد بين الموقفين ان الموظف عنده 3 شهور يلحق فيهم نفسه، ولكن اللي بيموت ما عندوش. المطلوب مننا اول حاجة ان احنا نبقى عارفين وموقنين ان احنا هنموت في يوم من الايام لا محال. ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت. تاني حاجة ان احنا ما نديش الدنيا اكبر من وقتها واكبر من حجمها وما نضيعش وقت كتير. ربنا بيقول يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تالت حاجة ان احنا بنبقى مستعدين لليوم ده وللقاء ربنا. ربنا بيقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هنرجع لربنا في يوم من الايام، فلازم نبقى مستعدين لليوم ده. اخر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذ اكثروا من ذكر هادم اللذات، اللي هو الموت. يمكن ذكر الموت بيبقى صعب على النفس في الاعداد، والناس تقول لك بعد الشر افتكرنا حاجة كويسة. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا بكثرة الذكر، مش ببس ذكر هادم اللذات، ولكن اكثروا بكثرة ذكر هادم اللذات. ليه؟ علشان هيفكرنا وهيخلينا الى حد ما مستعدين للمرحلة اللي جاية من حياتنا. اشوفكم على خير، سلام.